السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرش فرش جيمز ونطيز متشافين فيفا 19. كيف تجيب لاعب الهلال الجديد جوستافو كويلار؟ طريقة سهلة جدا، ما عليكم الا تتبعون الاشياء اللي بسويها. فاول شيء تسوي انشاء لاعب، بعدها جوستافو، كذا بعدين كويلار، بعدها جوستافو، يبغالنا بس نحذف في الاسم في حرف كان زايد. ما عليكم من صوت اليد، تعرفون عادي الوضع. طيب خلنا ندور على اسم كولار. مو موجود، نشوف جوستافو. جوستافو توقع فيه غريب. جوستافو لويس جوستافو لاعب لايون. طيب بعدين كذا يا اخي، يا جماعة اليد سيء عندي، الجير جدا سيء. بعدين تروح كولومبيا، بعدين السعودية، الهلال، محور دفاعي. عاد رقم مع الهلال، خلنا نشوف. انا بشوف اذا موجود ولا لا. مو موجود، فراح اعطيه 26. عاد ما ادري اذا 26 في الهلال في لاعب ولا لا. القدم اليمنى بحط، صراحة ما اعرف اي قدم يلعب فيها، لكن الميلاد معروف 92 اكتوبر. الطول 176، الوزن نحط 70. تقريبا كذا. بعدين نروح عند الشعر، خلنا نتأكد دقيقة يمكن في شيء يشابه. أنا أشوف ذا مناسب. إيه تقريبا كذا. أنا قاعد أحاول أضبط الشعر، فإذا غلط أنتم يعني حاولوا تصحوه. تقريبا ما في شيء حليق. البوت اختار أي شيء، خلنا ناخذ بيه. والطاقات انتم عدلوها، لكن انا بعطيه طاقات دفاعية تقريبا. فالمقطع يعني ما همكم، ما لا تهتمون لكلامي، بس ركزوا في الطريقة اللي تستفيدون منها وتجيبون منها اللاعب. خلنا نعطيه طاقات زيادة. خلاص خلصنا من اللاعب جوستافو كويلار. عشان اثبت لكم لاعب موجود، تروح تشكيلات الفرق، الهلال، وهذا هو جوستافو. لا اوكي، هذا هو
وستافو كولار موجود، فان شاء الله عجبكم المقطع. بلس اللي يبغى يعني انه يتواصل، حسابي في الانستغرام تحت في الكومنتات. كل ما كفر سويس جيمز، شوف مقطع ثاني. مع السلامة.